مع السلامة. إن شاء الله بشوفك في أفسح جناتي، إن شاء الله بشوفك مع شهداء الصحابي، أنت وجميع ربعك يا رب، مع جميع شهداء الصحابي، جميع شهداء الشهيد أحمد سليم الخطيب الذي استشهد تحت التعذيب على يد عصابات الأسد التي آثرت أن تخفي جرائمها ووضعته في حافلة مع مجموعة من زملائه المعتقلين وقامت بتفجيرها على طريق إدلب المسطوم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والشهيد حبيب الله، والشهيد حبيب الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.